القضائية ويتدربوا وبعض منهم يبدأوا يعني يزاولوا فهمانهم في الإمام. يعني أعلن الوزير العدل التونسي أن حكومة تونس ما عندي في هذا الموضوع أجملناه. الموضوع لا زال تطور، سوف يكلف الآن بإعداد التشكيلة الوزارية لعرضها على المؤتمر وسوف يتم اعتمادها بإذن الله بهذه الاتباع. شكرا، بارك الله فيك. نجحنا في انتخاب الحكومة التي تم الانتخاب بنزاهة شديدة جدا، وطلبنا منها إن شاء الله أن تقوم بتشكيل وزارة بطريقة سريعة جدا حتى نحاول أن نشكل وزارة داخلية وأركان ونقوم بالسيطرة على الوضع الأمني في البلاد.